اعزائي المشاهدين، اعزائي جمهور عين تي في، بصوا دلوقتي احنا دخلنا القلعه وركبين التوك توك الكهرباء ده الجديد قوي، علشان دي حفله اصلا من الصين مش من الهند. لو من الهند كنا ركبنا التوك توك التاني اللي عارفينه بنص جنيه التذكره، انما ده عشان كهرباء فاحنا جايين المهرجان الصيني. اسم الحفله والمهرجان سلام من مصر. هنشوف مهرجان الصيني لتنشيط سياحه، واحنا دلوقتي جوه القلعه وطالعين هنبتدي بقى ايه نعاني. وادعوا لنا، يلا باي، انتظرونا.